مسرحية إلا أنت شحط القدس، بتحكي عن الأسفل الفلسطينيين، الأسفل الفلسطينيين اللي الناس عمالهم بيضربوا والناس صوتهم مش مسموع بشكل كبير. لكن في حدوتة استفزتني من سنتين، إنه عماله بيتم من السجن الأسفل اللي لهم 13 سنة متزوجين برا ونسائهم متمسكين فيهم، عماله بيتم تهريب النطفة من داخل السجن إلى خارج السجن. أكثر من 50 طفل فلسطيني ولدوا وأزواجهم تحت القضبان والزوجات برا. فهذا عم يعطينا إصرار شعب الفلسطيني قديش عنده إصرار للحياة واستمرار للحياة. أخذت هاي القصة رحت عند الكاتبة الكبيرة القديرة سميحة خريس، قلت لها اشتغلت معها عملين من قبل، اشتغلت معها قالب كيك على القضية الفلسطينية واشتغلت معها أوركسترا. قلت لها بدي تكتبي لي قصة هذا الأسير وزوجته وقصة الحب اللي بيناتهم. كتبت لي 8 صفحات. بعدين أنا واقع بغرام قصيدة اسمها في القدس لتميم برغوتي، جبت القصيدة مع اللي كتبته سميحة وقعدت الكتابة بين قصيدة تميم في القدس والإصرار أن القدس رغم باللي مروا عليها كل الجنسيات فيها الزنج والإفرنج والاستقلاب وكله، لكن بيقول تميم ما في القدس إلا أنت. في القدس صلينا الأمل في لحظات الانكفاء. في القدس من في القدس، في القدس من في القدس إلا أنت. في القدس من في القدس، في القدس من في القدس إلا أنت. أنا دمجت القصتين، قصة الأسير مع قصائد، مش كل المقاطع أخذت، وما أخذتهم مش بالترتيب كما وضعها تميم ولا أخذت بالترتيب كما وضعت المشاهد الست سميحة. أعدت الكتاب وزعت الجمل على كافة، عندي 9 ممثلين موجودين على المسرح، وزعت الجمل وكتبت نصي لأؤكد أن القدس كانت وستبقى عربية. في القدس ما في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت. ما هو أنت؟ ما هو أنت؟ حتى لو صارت قطبان زمزمتي تلامس أطلعي، إنهم يضيقون الخناق والروح تطير كيف شاءت. ألا تشعرين بي؟ ألا تشعرين بي كيف أرفرف فوق سماي القدس كل مساء حرا نسرا في العالي؟ هاي رسالة بهذا الزمن، هذا الزمن المحبط. لا، عم بقول للناس في أمل، والأمل هذا الطفل القادم من النطفة، من النطفة سيكون وسنكون نحن أصحاب الأرض، وسنكون بإذن الله محررين لهذه الأرض.